بسم الله الرحمن الرحيم. الآن ما زلنا في قناة معكم في قناة اف ام 2020 1901. نستعرض سويا مشروع من أهم المشاريع بعد الكورونا، ويعتبر المشاريع المباني الخضراء المنتجة أو المباني الرائدة. ببساطة أقرب أو أكبر مثال للمباني الرائدة هو المساجد أو المباني الخضراء المنتجة. لماذا؟ لأن تعريف الخضراء المنتجة، مباني خضراء منتجة، إنه يزال منها مشكلة التلوث اللي الآن موجودة بعد الكورونا. مشكلة التلوث في المساجد سببت لقفل المساجد. إذن هنا في تعريف المباني الخضراء المنتجة، الخضراء اللي يزال منها التلوث، تلوث الهواء الداخلي يسمى indoor air quality، تصبح جودة الهواء الداخلي جودة مطابقة لمواصفات الصحة العالمية. الآن المساجد غير مطابقة، يوم الجمعة التعليمات من وزارة الصحة أعتقد في كل بلد إنه يوم الجمعة لازم تفتح الشبابيك والأبواب خاصة للمكيفات أو في المناطق الحارة، والتكييف شغال. المساجد اللي بها تكييف، وفي المملكة العربية السعودية أكثر من 100,000 مسجد تقريبا. فإذن المباني تكون مباني خضراء منتجة لما تكون خالية من التلوث. وكلنا نعرف وقت الكورونا كان الحجر إننا ما نخرج من بيوتنا حتى للصلاة، والمدارس مكفولة إلى اليوم. إذا المدرسة برضو لما تتحول إلى مباني خضراء تصير آمنة من العدوى بالكورونا وغيره. هذا واحد جانب. الجانب الثاني المنتجة، لأن المباني المدارس والمسجد، خلينا نتكلم في المسجد لأنه عندنا مشروع المسجد. طبعا أنا هأشر بالليزر، هذا اسم المشروع يعني الانطلاقة. هذا مسجد، طبعا لو كان هناك 1000 مسجد فالحسابات لألف مسجد، يعني 1000 شركة تصير، يعني شركة المسجد واحد. فإن شاء الله يعني في خلال شهر نأسس الشركة وتبدأ عملها. عملها في تغيير المسجد، يعني إعادة إعمار المسجد، لأنه نقدر نقول دخله الخراب. يعني أقفلت المساجد بسبب الخراب، الخراب فيحتاج إعادة إعمار حتى يكون آمن، وحتى نعوض الخسارة، لأنه كان المسجد يستهلك أو المساجد كانت تستهلك كهرباء، الآن ممكن تزيد الكهرباء. ممكن متطلبات المباني الخضراء إنه يشتغل الحل اللي هو تجديد الهواء 24 ساعة حتى لا تتجمع لوبي أو تسكن في المسجد، فلازم تطرد فيتجدد الهواء، يعني كأنها مفتوحة. فهنا تزيد الكهرباء، وكانت المباني مستهلكة خاصة إذا الدولة تدفع الكهرباء، لأن الأهالي لو ما دفعوا الكهرباء والدولة ما دفعت حتطفي الأنوار، وهذا فهذه مسؤولية المجتمع، مسؤولية الحكومة واو. فإذا نحتاج أننا الكهرباء نشغلها 24 ساعة في نفس الوقت يكون في إنتاج، فسيضاف إنتاج الماء من الهواء، وستضاف أيضا غرف
تعمل بالأكسجين، يعني فيها الأكسجين شديد على الأسطح، على سطح المسجد. إذا سطح المسجد استغل الآن، الغرف تستغل لمثلا صيدلية، لتعليم، يعني مثلا مدارس، اختبارات، كمان لمثلا خدمة الأطباء، خدمة البيت في المنزل، البيت في المنزل، الطبيب في البيت. فإذا تقديرات المشروع هذا، الاستثمار في هذا المشروع، سيكون العائد في 4 سنوات. لو افترضنا يعني الانتاج الماء نبقى نخليه مجانا سبيل، فإذا ممكن الإنسان بدل ما يدفع للماء السبيل مثلا دولار، يدفع دولارين، دولار استثمار ودولار، فيحجز مثلا كمية ماء معين إلى 5 سنين سبيل، فهو عنده دولار استثمار ودولار تبرع. فلو مثلا قال أنا أتبرع بدولار ل1000 لتر في السنة مثلا، فيصير يدفع حق 5 سنوات، لأنه الاستثمارات في ناس يعني الاستثمار دائما أقل شيء 5 سنوات العائد. طبعا يجي له في ال5 سنوات ال5000 دولار اللي ترجع له، يعني في أرباح، أو العائد هو في سنتين، فيصير العائد في 4 سنوات، ففي كل 4 سنوات بترجع له ال5000 دولار. يعني يستمر مثلا ممكن 8 سنين، ممكن يستمر 20 سنة، فإذا كل 5 سنوات بترجع له. لاحظنا كيف صارت منتجة والاستثمارات. وأهم نقطة اللي نحب نذكر الجميع فيها، إنه الآي لازم نحن نعرف بنستثمر في إيش. فالاستثمار في المباني الخضراء المنتجة العائد في 2 سنين، يعني لو مسجد، لو مدرسة غيرت، العائد في 2 سنين. يعني ممكن يأتوا غير صاحب المدرسة ناس آخرين يستثمروا في المدرسة فيصير مجانا. يعني مثلا المدرسة كانت حكومية، ناس آخرين يستثمروا، أو المدرسة أهلية، ناس غير صاحب المدرسة، لأنه صاحب المدرسة ما عنده، يعني هو عايز العائد على استثمارات من مشروعه، هذا مشروع جديد. إلى هنا نتوقف، وإن شاء الله نعطيكم كل يوم في القناة، أو كل أسبوع أقصد، يوم السبت نعطيكم الأخبار، أخبار المشروع هذا إن شاء الله. نعلن المنصة لبدء الاستثمارات. طبعا هناك استثمارات خارجية في الطاقة الشمسية، سيستثمر فيها التجار والمصانع في نفس المجال، فهم بيكرروا ربحهم كل 4 سنوات، فهم استثمروا في السبيل واستثمروا، يعني تقريبا العائد 25% كل سنة، وهذا أكبر عائد. بعده عائد المصانع، يعني أي مصنع العائد حقه 33% تقريبا في السنة، أو أكبر العائد، بس المصنع ما في تبرع. طيب هل ممكن واحد يدخل في عائد 50% في السنة؟ نعم ممكن، يعني ما يحب يتبرع، ممكن نقبل. والسلام عليكم ورحمة الله.